أهلا بكم متابعينا في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة. تابعنا أمس فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض، واللي نتجت عنها قرارات هامة بشأن ما يحدث بالأراضي الفلسطينية. ولكن لعل أبرز ما اكتسبناه من هذه القمة هي المباحثات الثنائية التي جرت بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول العربية المهمة. قراءة في مكتسبات هذه القمة، بينضم إلينا السفير رقا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بحضرتك معانا يا فندم على شاشة تلفزيون اليوم السابع. أهلا بك، أهلا وسهلا. أهلا بسيادتك، وبداية كيف رأيت المباحثات الثنائية التي جرت على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة بالرياض أمس؟ يعني هو عادة بتكون مثل هذه المؤتمرات فرصة للرؤساء الالتقاء في مكان يعني محدد، تحقيق لقاءات مع أكبر عدد من الرؤساء المشتركين اللي في موضوعات مشتركة تهم الطرفين ممكن مناقشتها. وده يعني اللي كان واضح مثلا بالنسبة للقاء الرئيس السيسي مع مثلا ولي العهد السعودي. طبعا في علاقات كتير بيننا وبين السعودية، ولكن أهمها هو كيفية التنسيق وما هو ما هي الخطوات التي ستتبع في المرحلة القادمة بالنسبة لسواء وقف إطلاق النار أو تنفيذ هذه القرارات، وأيضا الإمدادات السريعة والضغط على إسرائيل لإدخال الوقود، لأن ده عنصر مهم جدا في المساعدات، ووقف التهجير القسري. يعني ده تشاور في هذا المجال، وكيفية التنسيق العربي العام باعتبار أن السعودية هي التي ترأس القمة العربية والقمة الإسلامية أيضا، يعني ترأس الاثنين. فده كان مهم بالنسبة للقاء مع ولي العهد السعودي. طيب، في رأي سيادتك يعني ماذا نرى خلال الأيام القادمة، أو ما هو المتوقع خلال الأيام المقبلة القادمة من جهود مصرية بشأن القضية الفلسطينية؟ يعني احنا شفنا جهود كبيرة بذلت خلال الأيام القليلة الماضية ومع بداية الحرب على قطاع غزة، وما زالت مستمرة حتى الآن، ولكن ما هو المتوقع فيما هو قادم؟ يعني احنا ما كملناش لسه اللقاءات، يعني لان في لقاءين مهمين للغايه. هو لقاء الرئيس السيسي مع رئيس ايران، صحيح، لان ده يعني بالتاكيد يعني تم مناقشه كيفيه الاسراع باعاده العلاقات الى طبيعتها بين البلدين واستئناف العلاقات الدبلوماسيه، لان التقى الرئيسين، فبالتالي هتفتح المجال، خاصه ان هناك اتصالات مستمره طوال هذا العام بين وزيري الخارجية وكبار المسؤولين في البلدين. أيضا بالنسبة لما إلى إيران من دور في دعم عدة أطراف، يعني اللي هي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتخشى أن تنضم إلى الصراع، وهي حزب الله في لبنان وحماس أيضا والحوثيين في اليمن وجزء من الحشد الشعبي في العراق. فهنا دي موضوعات أيضا مهمة لتبادل الرأي بشأنها. أيضا الرئيس التركي، لما لتركيا أولا هي عضو حلف الناتو وبالتالي لها اتصالات مع دول حلف الناتو ولها موقف معها، ثانيا هي بتدعم حماس وبتبدو رغبة في ضرورة تقديم المساعدات بسرعة ووقف القتال. أيضا اللقاء مع الرئيس بشار الأسد، اللقاء مع الرئيس بشار الأسد يعني ده له بعد مازال لم يتحقق، وهو إعادة العلاقات وتبادل السفراء بين البلدين. فهل في نية لهذا أم أنه هو لقاء لمناقشة ما يحدث بالنسبة لاعتداءات إسرائيل على سوريا والادعاء بأنها بتضرب الميليشيات المولية لإيران في سوريا، وموقف سوريا يعني المؤيد تماما الجانب المقاومة الفلسطينية في غزة. فدي ثلاث لقاءات في الحقيقة كانت في غاية الأهمية. طيب، حضرتك ليك باع طويل في العلاقات الدبلوماسية، ولكن من هذا المنطلق كيف يمكن أن تؤثر المفاوضات المصرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة؟ وهل من الممكن أن تؤتي ثمار حقيقية على أرض الواقع في القريب العاجل؟ يعني هو ده يتوقف على عدة عوامل. أولها ماذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية التي بيدها مفتاح الموقف، لأنها طرف في هذا الصراع، طرف في هذه الحرب.
يعني بالدعم العسكري والمالي اللي قدمته إسرائيل، وفتح المجال لها وحمايتها في مجلس الأمن من أي إدانة أو أي قرار يطالب بوقف إطلاق النار. كل هذا يعني مشاركة. المستشارين العسكريين اللي بيشاركوا خبراء الحرب المدن اللي كانوا في العراق وبيشاركوا مع الإسرائيليين، فهنا لازم لابد من التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية ده من ناحية، والدول الأوروبية من ناحية أخرى. إن 57 دولة بتصدر هذا القرار، إذا لم تأخذه الولايات المتحدة الأمريكية بعين الاعتبار وتبتدي يعني تتخذ إجراءات في طريقها لوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات على المدنيين والمستشفيات والمساعدة على الصراع بإدخال المعونات بذات الوقود والدواء لإدارة المستشفيات وتشغيلها، فهنا هيبقى في موقف محتاج إلى ما هو أبعد من ذلك اللي هي مرحلة التلويح بالمصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، لأن هي ده العامل الأساسي الذي يكون له تأثير مادي. يعني إذا لم ينجح التأثير السياسي، وإذا اللجنة المشكلة من عدة دول منها مصر والسعودية وقطر والأردن إلى جانب تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأمين العام للجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، هذه اللجنة إذا لم يسفر عن جهودها على المستوى الدولي والاتصالات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب والمنظمة الدولية، ولأن المنظمة الدولية محكومة بالفيتو الأمريكي صحيح كما نعلم، فبالتالي إذا لم تسفر فلابد من التلويح بالمصالح الاقتصادية، ولابد من يعني اتخاذ إجراء عملي ضد إسرائيل. يعني نقدر نقول إن ما زال هناك أوراق ضغط لم تستخدم بعد من أجل تغيير الأوضاع في القطاع، في قطاع غزة ومن جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي. لا عفوا، لم ما زال هناك أوراق ضغط في يد الجامعة العربية من أجل استخدامها لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على قطاع غزة. بالتأكيد، يعني احنا الدول العربية لديها أوراق، مش بس الضغط على إسرائيل، الضغط على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. احنا يعني الدول العربية لو في مجموعها بتمثل قوة لا يستهان بها على مستوى العالم، ولكن يعني تحتاج إلى رغبة وإرادة. إذا توفرت الرغبة مع الإرادة فممكن جدا جدا من بكرة يتم وقف إطلاق النار، ولكن يعني في نوع من يعني المجاملة، نوع من التهدئة مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني موقف في الحقيقة محتاج إلى حسم الآن بعد ما حدث وبعد الاجتماع القمة العربية الإسلامية، ده شيء يعني لابد أن يؤخذ في الاعتبار. إذا الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطيها اعتبار، يعني من الصعب تقبل ان الدول العربية ما تلوحش بأدوات اللي لديها. صحيح. أدوات الاقتصادية والمالية والتجارية ده لابد من اتخاذه. يعني مش هتدخل في حرب لان الدول العربية لن تدخل في حرب، لان الولايات المتحدة انذرت بانها ستدخل لو دخلوا في حرب، اي طرف سواء حزب الله او غيره ستدخل في حرب. فبالتالي الوسائل بقى اللي هي القوة الناعمة، القوة الاقتصادية والمالية. نتمنى طبعا ذلك في القريب العاجل. السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. الله يسعدك، ألف شكر لي. شكرا. الشكر موصول للسادة المشاهدين على حسن المتابعة. دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم عن آخر تطورات الأوضاع فيما هو متعلق بالجهود العربية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بشكر حضراتكم مرة تانية، إلى اللقاء.